السماعة خلال فيديو سابق شرحت السيت اسوشيتيف. فيديو النهاردة هشرح فول اسوشيتيف بجاي مثال زي ما انت شايف اهو. بيقولك consider فول اسوشيتيف كاش سايز عندنا كام؟ 16 كيلو بايت. اللاين سايز 256 بايت. سايز اوف ميموري 220 كيلو بايت. تمام، بيقولك عايز التاج وتاب دايركتري. رسمة الفول اسوشيتيف فيها الدي والدبليو. تمام، بيقول ان كل ده بعت الميموري ودي اسهل حاجة. تمام، هنيجي نحل. هنجيب اول حاجه الان. تمام، الان بتيجي منين؟ الان بتيجي من السايز اوف مين ميموري. تمام، سايز اوف ميموري كام؟ 128 كيلو بايت. تمام، هنيجي نحولها 2 اس الرقم 128 ايه، نيجي نحولها 2 اس الرقم هتبقى 2 اس 17. تمام، يبقى الان ايكوال 17 بت. جبت ال N، هجيب ال W ازاي؟ ال W بنجيبها من line size. line size عندنا كام؟ 256. نيجي نحولها 2 اس رقم يبقى 2 اس 8. تمام، يبقى ال W عندنا ب 8. جبت ال N وجبت ال W، طب التاج اجيبها ازاي؟ هطرحهم من بعض. تمام، يبقى التاج تاج ليه T equal a n minus w يبقى 17 ناقص 8 equal 9 bit. جبت ال t، اجيب التاج دايركتور ازاي؟ ال t هي التاج. تمام، التاج دايركتوري بيقول لك ايه؟ التاج multiply الكاش size over line size. التاج بكام؟ ب 9. multiply الكاش سايز، كاش سايز 16 كي. تمام، ديفايد لاين سايز بكام؟ 256 بايت. تمام، نحسبها تطلع لنا 576 بت. طب انا عايزة بالبايت هقسمها على 8. 567 على 8 فيها كام؟ 72 بايت. تمام، وهي دي طريقة الفول اسوشيتيف. تمام، كان معكم تايجر، سلام.